مشروع موسى الخضراء، تم توزيع الأشجار بالمنطقة القديمة. بابا نويل شارك اليوم في توزيع الأشجار على بيوت سكان المنطقة القديمة. من المعروف أنه بابا نويل كل رأس السنة يوزع هدايا على الأطفال، لكن اليوم شاركت بتوزيع الأشجار. كان تفاعل الأطفال والعوائل كلش زين ضمن مبادرة مشروع الموصل الخضراء. هو يهدف إلى استرجاع الغطاء الأخضر لمدينة الموصل، وإن شاء الله مستمرين بالعمل وكل المناطق داخل الموصل. ارتئينا أن يكون هناك نشاط في داخل المنطقة القديمة وبعض الأحياء كحي الثورة، يهدف هذا النشاط إلى توزيع أشجار في هذه الأحياء من خلال هذه المبادرة التي نسعى فيها إلى إيصال الأشجار إلى المنطقة القديمة التي من المعروف أنها لا توجد فيها مساحات مفتوحة خضراء. لذلك قمنا بإعطاء لكل منزل شجرة. من المعلوم أن الأشجار هي رسالة سلام وأمل، إضافة إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى إعطاء أهالي المنطقة قيمة معنوية من خلال إعطائهم الأشجار، خصوصا أن هذه المنطقة تعرضت إلى نكبة كبيرة وبحاجة إلى كل مبادرة أو أي مشروع يهدف إلى زرع الابتسامة والفرحة. كانت استجابة الأهالي في داخل المنطقة القديمة جدا كبيرة من خلال فرحتهم عند إعطائهم الأشجار في بيوتهم. معروف أنه كل سنة مع نهاية العام وحلول أعياد رأس السنة الميلادية أنه بابا نويل هو يوزع الهدايا على الأطفال، لكن اليوم إحنا حبينا نشتغل فتشي مختلف عن هذا الموضوع، واللي هو ضمن المبادرة اللي يقوم بها اللي هي مبادرة الموصل الخضراء لزراعة الأشجار بمدينة الموصل. بابا نويل اليوم قام بتوزيع الأشجار على العوائل والأطفال الموجودين في المنطقة القديمة في مدينة الموصل، وأيضا في أحد الأحياء في الجانب الأيمن. مظاهر الفرح والسعادة كانت مرسومة على وجوه الأطفال، وأيضا إحنا حبينا نوصل رسالة من خلال توزيع الأشجار اللي هي السلام والمحبة. ومثل ما تعرفون الشجرة هي رمز للسلام، فأحيانا من راح يشوفوها الناس ومن راح يزرعوها عندهم راح يحسون بهذا الشيء، وراح يحسون بالسلام، وأيضا راح يتذكرون هذا المشروع.